افتتحت اليوم بالرباط أشغال اللجان المكلفة بتقييم العروض التقنية والمالية للدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو. تفاصيل الموضوع مع المهدي محب وحسن سيلة. تقييم العروض التقنية والمالية للدراسة التمهيدية لصندوق الأزرق لحوض الكونغو كان المحور الرئيس من هذا اللقاء، لقاء يأتي بعد اجتماع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في لجنة حوض نهر الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المنعقد ببرازافيل شهر أبريل الماضي، والذي تميز بمشاركة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. نحن في صدد معاينة الطلبات التي تم إطلاقها. هناك مكاتب دراسات قدموا مناقصات، والآن نحن في إطار افتتاح أعمال اللجان التي ستكون لها فعاليتها بتنسيق تقني مع المغرب. غادي تكون الدراسة اللي هي غتعطينا ثلاث جوانب، جانب الحكامة وجانب كذلك ديال لو بارتاج لي شونج مع البلدان كلها ديال الحوض الكونغو، وبعد ذلك كذلك كيف يمكن كذلك تعبئة الأموال من أجل تقديم هذه المشاريع التي تكون ممولة من أجل أن تكون تنمية مستدامة. الصندوق الأزرق لحوض الكونغو سيكون الأداة التنفيذية للجنة المناخ في حوض الكونغو التي يرأسها دينيس سونغيسو رئيس جمهورية الكونغو، وهي إحدى اللجان التي أنشئت خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة في نوفمبر من عام 2016 بمراكش على هامش مؤتمر قمة المناخ COP22، وذلك بناء على مبادرة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.